زين اليوم راح بعد ما كملنا السكند اوردر سيستم اخذنا السكند اوردر سيستم طلعنا على الاندر الاوفر دامت كريتيك دامت واندر دامت. بدي احكي شوي اليوم عن الكومبلكس فريكونسي بلين وراح نربطه بالزيتا اوميجا ان اوميجا دي اللي حكينا عنه المره الماضيه. اول شيء خلينا نحكي على فكره البول. لو عندي انا ترانسفير فانكشن مثلا خلينا ناخذ الترانسفير فانكشن اللي هنا طلعنا عليها جي او اس ترانسفير فانكشن. عندي هون جي او اس 1 على ام اكس سكوير زائد بي اكس زائد كي. شفتوا بشكل عام احنا بامكاننا نحلل هذه بحيث انه يصير عندي هذه حاصل اذا كانوا هاي سكند اوردر سيستم. ممكن هذه انه ام اس هاي ممكن احطها بشكل اس ماينس بي 1 واس ماينس. تذكروا بحالة الاوفر دامت مش قدرنا نحلل هاي لقيمتين من هون مضبوط متذكرين؟ تذكرنا شو القيم كانت تبعت الاوفر دامت متذكرين؟ كان عندي 1 و5 و4 مضبوط؟ اللي هو البيت اذا بحالة مثلا ناخذ بحالة الاوفر دامت كان عندي ام كانت بتساوي 1 بي كانت بتساوي اظن 5 وكي كانت 4. مش هذا اللي بدل انا احلله بهذا الشكل؟ قولي هلا شو حلو ايش بصير عندي؟ بصير عندي 4 و1 مش يعني؟ بصير اس زائد 4 بس ما اس زائد 1. طيب هلا هون السؤال، ايش قيم اس اللي بتخلي هذا زيرو او هذا زيرو؟ ناقص 4 ناقص 4 تمام. بي 1 بتساوي او خلينا نسمي بي 1 هي ناقص 1 وبي 2 هي ناقص 4. طيب لما المقام القص يصير المقام يصير زيرو شو بصير بالكوانتي كلها؟ انفينيتي تمام. اذا هي تعريف قيم اس اي قيمه لاس بتخلي المقام تبع الترانسفير فانكشن زيرو بنسميه هذا شو؟ هذا اسمه بول. اذا قيم اس بتخلي هاي الترانسفير فانكشن انفينيتي اللي بتخلي المقام هون زيرو هي ماينس 1 وماينس 4. نفس الشيء عندي لو اخذنا الحاله اللي كانت كريتيك دام، فاكرين الحاله اللي كانت كريتيك دام شو كانت القيم؟ ب 4 مش هيك؟ اذا لو اخذنا حاله هذا كريتيك دام راح نلاقي انه ترانسفير فانكشن بالحاله هذه كانت 1 على اس سكوير زائد 4 اس زائد 4. هذه لما بتتحلل شو بتصير عندي؟ أزر اس زائد سكوير أزر 2 سكوير مضبوط 1. طيب شو قيم البولز اذا هون؟ قديش قيمة البولز لهي الترانسفير فانكشن؟ ماينس 2 وماينس 2 فبنسمي هذا ريبيتد بول. ريبيتد بول ات ريبيتد مكرر ريبيتد بول ات اس بتساوي ماينس واضح؟ 2 بولز يعني عندي في 2 بولز ريبيتد بولز ات اس بتساوي ماينس 2. طيب انا هون السؤال اللي بسالكم اياه الان. طب لو اخذت انا حاله الكريتيكال الاندر دام في حاله الاندر دام راح يطلع كومبلكس تمام مش هيك؟ ما فيش عندي لانه ليش هناك كومبلكس؟ لانه بي سكوير اقل من 4 نرجع على الاندر دام، الاندر دام تتذكروا المثال اللي احنا استعملناه كان اس سكوير زائد 2 اس زائد 10 يعني الماس كانت 1 كيلوغرام بي كانت نيوتن بير متر بير سكند و10 كانت ستيفنس اللي هي 10 نيوتن بير متر. لما نيجي هلا نحلل هاي في عندي مشكله بقدرش احلل واطلع ريل رولز، هدول الارقام ريل مش هيك؟ مش في الاعداد، احنا بنقول في الاعداد في ريل ارقام حقيقيه وفي ارقام كومبلكس. اذا هون عندي لما باجي بحلل رح الاقي انه بي سكوير 2 في 2 4 أقل من 4 في 10 في 1، 4 أقل من 40 مش هيك؟ إذا ما بظبط معي، إذا إيش مضطر إني أستعمل؟ كومبلكس. إذا هذه لما نحددها راح نلاقي إنه هذا البولز اللي موجودة هون يعني P1 و P2 شوفوا شو بيساوي. بيساوي ماينس B نتذكر الفورمولا ماينس B بلس ماينس B
بي سكوير ماينس 4AC رح تعطيني 4 ناقص 40 اللي هي قديش؟ ناقص 36 على 2 اللي هي مضبوط. إذا عندي هون بالحالة هاي لما بكمل رح يصير عندي ناقص 2، شو بضطر هلا أعمل؟ بضطر إني آخذ ماينس جذر الماينس 1 في جذر 36 مضبوط؟ إذا جذر الناقص 1 رح يصير عندي زائد ناقص 6 وإيش رح نحط هون؟ جي أي أو جي، بتستعملوا أي ولا جي؟ جي على 2 وتساوي ناقص 1 زائد ناقص 3 جي. إذا البول الأول هون بيساوي ناقص 1 زائد 3 جي، والبول الثاني بيساوي ناقص 1 ناقص 3 جي. هدول بنسميهم كومبلكس كونجيكت بير. كونجيكت بير أول شيء تذكرين كلمة بير كررت معنا، في الحالة هدول لازم يجوا كزوج. والماجنتيود على فكرة تبعهم ايش بيضربون عنه بالنسبة لبعض؟ الماجنتيود تبع هذا والماجنتيود تبع هذا كماجنتيود كطول نفسه شيء متساوي، لأنه واحد تربيع زائد أو ناقص واحد تربيع زائد زائد ثلاثة تربيع هو ناقص واحد تربيع نفسه شيء نفس الماجنتيود، لكن الاختلاف إنه هذا إشارته موجبة وهذا إشارته سالبة، هذول بنسميهم. إذا البول هون أنت ايش القيمة تبعت اس اللي بتخلي الحالة هاي هذه الترانسفير فانكشن زيرو؟ هي القيمتين هذول، هاي القيمة وهاي القيمة هون، هذول بنسميهم كومبلكس كونجوجيت وهاي القيمة وهاي القيمة. طيب لو حبينا هذول هلا نرسمهم جرافيكلي شو ممكن استخدم لو بدي ارسمهم على بلين؟ البلين كم دايمنشن له؟ 3 دايمنشن البلين 2 دايمنشن، واحد منهم راح اعمله ريل والثاني راح اعمله كومبلكس. إذا خلينا نحكي إذا عن كومبلكس فريكونسي بلين أو اللي هو الإس بلين رح يكون في عدد عليه تو دايمنشنز، في عندي هذا اللي هو الريل بارت رح نسميه سيجما واللي وحدته ريديانز بير سكند، وكمان عندي هون عندي الإيماجينري اللي هو جي أوميجا أكسس. حطينا اذا اذا كل البولز الريل وين راح يكونوا؟ على الاكسس. كل الايماجينر وين راح يكونوا؟ على الاكسس. وكل الكومبلكس لازم يجي الكومبلكس واحد من هذول. اوكي؟ قيم سيجما بهذا الاتجاه قديش؟ نيجاتيف بوزيتيف، وقيم سيجما بهذا الاتجاه نيجاتيف. اذا خلينا نحط اول بير اوف بولز هذول ناقص واحد وناقص اربعه وين راح يجوا؟ على الاكسس السالب. السالب تمام، اذا راح يجوا على الجهه الشمال. ولو اخذنا 1 2 3 4 راح يكون عندي، لاحظوا شو راح استخدم؟ البول راح استخدمه شكله ارسمه اكس، والزيرو بعدين لما نيجي نحكي عن الزيرو راح ارسمه بدالها. اذا هذا السيستم بقدر اقول عن هذا السيستم وين الاوفر تايم سيستم اللي احنا حللناه مش طلعت الريسبونس تبعه له تو بولز، طبعا هو تو بولز لانه ايش الاوردر تبعه؟ سكند اوردر سيستم. اذا السكند اوردر سيستم له تو بولز، البولز هذول لما القيم اس تساوي واحد من البولز هذول شو بصير بالترانسفير فانكشن؟ كانها انفينيتي، كانها عم بقولها في قيمه كبيره جدا. هذول مهمين لانه وصف البيهيفير التصرف تبع هذا السيستم محكوم في البولز هذول الاثنين. وكل شغلنا رح نضل نحكي هلا في كل السيستم رح نحكي عن بولز، وين البولز؟ وايش صار في البولز؟ والبول هذا تبعه وله بول هون وله بول هناك. البولز اذا شو بتوصف فيه؟ بتوصف فيه تصرف هذا السيستم، وهل السيستم ستيبل او مش ستيبل؟ بوصفه البولز. كيف الريسبونس تبعه؟ مين البول الاقوى من البول؟ مين اللي سائل؟ مين اللي البول اللي بياثر اكثر على البيهيفير تبع السيستم؟ اذا عندي انا بول هون وبول. طيب ناخذ السيستم الثاني نحاول نرسمه باللون الثاني. لما نيجي نطلع على السيستم الثاني، السيستم الثاني البولز تبعته وين كانت؟ ماينس 2 ماينس 2 وماينس 2 ماينس 2. انا عندي مشكله كيف بدي احط تو بولز فوق بعض هم نفس المكان؟ شوفوا شو رح نستعمل، رح نستعمل الشكل هذا. لانه لو حطيته فوق بعض مش هتعرف انهم اثنين، فزحت واحد منهم شوي صغير، وراح نيجي نحط واحد اثنين هي الاول وهي الثاني، هذول بنسميهم ريبيتد بولز، ريبيتد بولز. هذا ايش السيستم هون؟ كريتيكلي دامج سيستم، وبعدين لما باخذ هلا السيستم الثالث رح تطلع على الكومبلكس كونجيكت بير، وين راح يجوا هذول البولز هلا؟ لا راح يجوا على الريل ولا على الاجنري، وين بدهم يجوا؟ بالهون بدهم يجوا في المنطقه هاي، هلا ليش في المنطقه هاي ومش في المنطقه هاي؟ هذا سالب واحد وهذا سالب واحد، وبعدين بعد هذا عن الايماجينري اكسس لفوق رح يكون نفس بعده
تحت والعكس. اذا ماينس 1 وزائد 3 وين صار؟ هي ناقص 1 وهي زائد 3 1 تجيهن 3. اذا السيستم هذا راح يجي هذا اللي هو اندر جراوند 1 2 3 1 2 3 لازم يجي واحد ثاني هو مقابل له. عمر ما بيجي فور هاد زي هيك وما بيجيش واحد ثاني مقابل له. دائما هذول بنسميهم كومبلكس كونجيكت كونجيكت بيرز مرتبطين الاثنين مع بعض. لازم اذا اجى واحد هون لازم يجي واحد هون. اذا صار عندي لاحظوا هذا كريتيكلي دامت هذا اوفر دامت وهذا اندر دامت. لاحظوا شغله ثانيه السيستم لما يكون اوفر دامت يكون له تو ريل روتس مضبوط ومختلفين عن بعض ديستينكت بنسميهم ديستينكت يعني مختلفين عن بعض. لما يصير السيستم كريتيكلي دام شو بصيروا تو روتس؟ ريبيت السيستم تو فولز فوق بعض ريبيتد فوق بعض وبعدين بنفصلوا على بعض بصير عندي كومبلكس كونجيكت بصير السيستم اندر دامت. ماشي واضح هاي النقطة؟ مهم جدا تتذكر البولز. طيب الزيرو انتم ايش سووا هلا؟ الزيرو شو رح يكون؟ ايش قيمة اس اللي بتعمل اللي بنسميها زيرو؟ شو يعني زيرو؟ اللي بكون في مقام الاس لا البول احنا شو عمل؟ قيمه اس لما كانت البول شو عملت في الترانسفير فانكشن؟ شو خلتها؟ انفينيتي. اذا شو بدها تكون قيمه اس الزيرو؟ قيمه اس اللي بتخلي الترانسفير فانكشن زيرو واحد انفينيتي وين بدها تكون؟ تكون في المقام بس مش بس تجي اس فيش اس هلا احنا اخذنا حالات بسيطه بس الحاله العامه للترانسفير فانكشن رح يكون في بولينوميال اس هون بولينوميال لاس. سؤال كويس كلامك ممتاز. يعني لو كانت عندي هاي لو كان عندي ترانسفير فانكشن جديده زي هيك مثلا جي اوف اس بتساوي 3 اس بلس 2 على اس كيوب زائد 4 اس زائد 1 اس زائد 5 هذا مش له دينومينيتر وله نيوميريتر. احنا ما شفناهم قبل هيك لانه كنا نحل هاي الحاله بس هلا رح نبدا نشوف انه في بعض الحالات رح يكون في عندي هون اس في البسط. قيمه اس اللي بتخلي هذا البسط زيرو بحيث انه الفانكشن كلها بتصير زيرو ايش بنسميه؟ زيرو. قديش قيمه الزيرو في الحاله هذه؟ ماينس 2 على 3 ماينس 2 على 3 تمام ماينس 2 على 3 وين راح يجي تقريبا؟ راح يجي تقريبا هون مش هيك؟ راح احطه بدائره. اذا ميزت الزيرو بدائره والبول ب اكس ماشي واضح هاي؟ اذا التصرف تبع اي سيستم ما دام لقيت له ترانسفير فانكشن التصرف تبعه بقدر اوصفه بالبولز والزيروز تبعه وبقدر ارسم البولز والزيروز على الدايجرام باستعمال دائره للزيرو واكس للبول. في اسئله عن هاي؟